جنوبي غربي الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 18 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 5 درجات و 13، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 12 و 15 درجة. ومثل ما ذكرنا غائم جزئيا مع أمطار محلية الفجر والصبح. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسة لنهار الأحد، وبنبلش جولتنا من منطقة العوينات مع 13 وصول 18 درجة، ننتقل لحصبية 15 وجنين 13 درجة. عم تشوفوا الجو غائم جزئيا بكل المناطق، بنوصل على أبلح 12، والختام بيكون بطرية وبالقاع مع 13 درجة. لحظة 18 درجة بالنسبة لنهار الاثنين والثلاثة، الجو صافي والحرارة بترتفع ل 23 وبترجع بتنخفض نهار الأربعاء لل 20 درجة والجو غائم جزئيا. بتمنى لكم سهرة سبت حلوة كيف ما قررتوا تقضوها. تابعوا على سرعة وين ما كنتوا رايحين، بشكل خاص على المرتفعات.